انا فنانه كبيره جدا بجد والله. والله فنانه في ايه؟ فنانه في التمثيل، بمثل والله بجد والله والله العظيم. بتمثلي ايه؟ بمثل في مسارح بقى، مسرح مسارح. بتمثلي انك لعيبه كوره وجوزك مش موافق انك تلعبي كوره، ده جوزك هو. الكوره دي مش للستات، دي معروفه تمام، يعني اخرك المطبخ معروفه. لا المطبخ ده يا حبيبي امك تدخله، ده مبدئيا كده مبدا. قرب شنطه يا فندم. انت بصحه وسلامه، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الضحكه الحلوه دي الله يبارك، راجل عسل والله، الله يخليك. احنا عاملين مسابقه اسمها مسابقه نادي المرايه. نادي المرايه. لا هنسالك سؤال، لو جاوبت عليه هتكسب ان شاء الله جايزه. لما بنكون قاصدين ربنا بنقول قاصدين ايه؟ قصد ايه؟ قصد الله ربنا سبحانه وتعالى. إيه؟ حاجه تكون ليه مطلوب عن يعني قصد قصد كريم. قصد ايه؟ كريم. برافو عليك، الف مبروك، كسبت 3000 جنيه من نادي المرايه بتاع المستشار تركي آل شيخ. انا بقول له كل سنه وانت طيب وربنا يعينك على الخير، ده باللي كده ويعني شكرا. ربنا يزيدك. الله يخليك. عايز اي حاجه؟ عايز سلامتكم وعايزكم كده بخير، تملي كلكم كده. انا يسعدك يا رب. الف شكر. مالك بس؟ لا مفيش حاجه، الف شكر. مبسوط ان احنا بنصورك ولا زعلان؟ لا طبعا، هو في حد يبقى يعني زعلان والناس كلها تتفرج عليه؟ ربنا يسعدك. ربنا يخليك. شكرا جدا، سنة طيبة، مع السلامة. سلم لي على معالي المستشار آل تركي وعلى كل شعب آل تركي. آل شيخ تركي آل شيخ حبيبنا، والسعوديين كلهم حبايبنا. أنا شم ريحة سمك مشوي. والله بجد؟ والله. آه عشان إحنا جنب النيل. بس مفيش سمك. سمك؟ مشوي. بجد؟ ما تعرفيش؟ لا لا، السمك اللي فين ماشي بس البحر الاحمر. ايه؟ سمك احمر بقى. لا مقلي. شفايف قمر، ضفاير قمر، عيون غدارين وزي القمر. يا نهار ابيض على الشوارع، يا نهار ابيض على الشوارع. ايه ده كل ده؟ ايه ده ده ده؟ الله اكبر. صحك عامل ايه؟ مرحب. تمام صحن. طيب صحة السلام. انت منين؟ من السودان. من السودان. السودان اي. نور بلدك الثانية مصر. الله تمام، مصر تمام. ام البلد. اسال ام الدنيا. ام الدنيا. ام الدنيا. انا شغال جيد علاج هنا، جيد علاج اتعالجت الحمد لله. ناسكم دي ما قصروا، الطب تمام ما شاء الله. نورنا. نور مصر. الله يبارك فيك. نور بلدك والله. لا لا تمام، مصر تمام. نحن اولادنا كلنا وان شاء الله نتمنى انه العلاقات دي تكون اكثر واكثر و... يا رب يا رب ان شاء الله. يعني البلد ده بلدنا والسودان بلدكم ان شاء الله. شرف طبعا طبعا والله. الله الله يبارك فيك. انا اسالك سؤال، لو جاوبت عليه هتاخد جايزه من نادي المريال الاسباني. كويس. اتفقنا؟ كويس. تعرف امثال مصريه ولا ما تعرفش؟ والله بسيط يعني، انا ما جيت لسه سنه بس. طيب دايما احنا بنقول بالمصري كده، من جد من جد من كد كد وجد. من ايه؟ كد. من كد وجد. برافو. ايوه عليك. ايوه زو بس فزت معانا. من كد وجد. ايوه برافو عليك. الله فزت معانا. الله يبارك فيك. 3000 جنيه من نادي المريا بتاع المستشار تركي آل شيخ. بارك الله فيكم وان شاء الله ربنا يجزيكم ويدوكم لقدام. الله يبارك فيك. الله يسلم يديك العافيه. والله ده بالدنيا برافو. ان شاء الله ربنا يجزيكم في دارين، دار الدنيا والاخره ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. الحمد لله. الله يسلمك. سنة طيب. استنى انت تاخد شيرت المريا؟ دي عندي ولدين بيلعبوا كوره. ولدين بيلعبوا كوره. عندك ولدين؟ ولدين. هات شيرت تاني معلش. ايوه ماشي. شكرا لكم. الف مبروك. بارك الله فيكم. الله يخليك. يجزيكم الخير. الله يكرمك. ربنا يدوكم لقدام ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا. اه الحرنكش صح؟ حرام. ليه؟ اقول حرمتش جدا. لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي ما حبيت ويك ويك. لا الشمس تطلع لا لا لا، لا الشمس تطلع لا لا لا، لا الشمس تطلع لا لا لا. في لاعب اسمه عبد العال عنده مشاكل عاطفيه، نزل الماتش مش عارف يأدي كويس، انت قاعد في المدرجات انتوا الاثنين حلو، عايز تشجع عبد العال عشان يلعب، تقول له ايه؟ يلا يا عبد العال. ايه اها الكره للرجال. ايه اها العب يا عبد العال خليك عالي العال. العب يا عبد العال خليك عالي العال. العب عال يا عبد العال. العب عال يا عبد العال. تعال العب عال، نط هنا شويه ان شاء
شكرا يا معال، نطلع بره. عبد العال يا عبد العال، لعبك ده بيهز جبال. عبد العال يا عبد العال، لعبك ده بيهز جبال. البت بتحبك يا معال، فرتك من شغل العيال. جايزة أحسن لاعب دي كلنا عارفينها. تمام. جايزة أسوأ لاعب ياخد إيه؟ ياخد إيه؟ ياخد بالجزمة. نقعده على الدكة. نديله جايزة رجل الدكة طول الموسم. كورن فسيه. ممكن نديله جزمة بايظة. هياخد على قفاه. أنا ككوتش هشجعه صراحة يعني. أنت انت بتكبر خواطر. ايوه بخاطر اللاعب ده يعني نشجعه كده حاجه بسيطه كده. تقريبا كان في يعني دوري مدين اسوء لاعب مدين تقريبا فرخه. صن طيب يا حاج. صح السلامه. الحمد لله بقى. الحمد لله. تشتغل ايه؟ شغال. ها ارزق على الله. ربنا يديك يا رب. يا رب يخليك. اسالك سؤال في مسابقه نادي الميريه، لو جاوبت ان شاء الله هتكسب جائزه حلوه. ماشي. اتفقنا يا حاج. اتفقنا بقى. اصطبحنا واصطبح الملك يا رب. بس يا حاج اديك جوت على السؤال. الحمد لله. مبروك يا حاج. يا رب يخليك. سبت 3000 جنيه من نادي الميريه بتاع نشاط تركي آل الشيخ. يا رب يخليكم ويظل لنا فبركم يا رب. الله يبارك فيك. الف مبروك. منين؟ من اريتريا. اريتريا؟ ايوه. منور مصر والله. الله يبارك فيك ان شاء الله. انت كنت رايح فين؟ رايح هنا جن مفوديه. تعمل ايه بقى هنا؟ عشان يشوفوا لي علاج. عندي قولون وعندي فهيقه هنا. هذول الاثنين متعباني. ربنا يشفيك يا رب. هنسألك سؤال، ده سؤال من نادي الميريا عشان خاطر ان شاء الله لو جاوبت عليه تكسب معانا. انت منين حضرتك الاول؟ من اريتريا. ايوه. عارف امثال مصريه شويه ولا ما تعرفش؟ يعني شويه انا عارف. طيب بيقول لك ايه؟ اقلب القدره على فمها تطلع البنت. بنت تطلع البنت اللي امها. ايوه كده. ايه الجمال ده؟ الف مبروك يا سيف. الله يبارك ان شاء الله. دي 3000 جنيه هديه من نادي الميريا الاسباني بتاع نشاط تركي الشيخ. شكرا بارك الله فيكم. شكرا جدا. شكرا بارك. الف مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. بالنسبه تساعدني كثير يعني. والله. والله. ربنا يبارك لك فيك. امين ان شاء الله. سيف مبارك. الله يبارك فيك ان شاء الله. الف مبروك. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ده تيشيرت الاحتياطي بتاع نادي الميريا الاسباني. طيب لو لعيبه نادي الميريا الاسباني جم زاروا مصر تحب ترحم بيهم بتقول لهم ايه بالانجليزي؟ ويلكم تو الميريا كلوب. اصلا يعني هم جايين مصر مش الميريا يعني. هم ويلكم تو ايجيبت الميريا كلوب. ويلكم ان ايجيبت الميريا الاسباني او اسبانيش الميريا يعني. ويلكم يو ار كانتري. يو ار كانتري. اه ويلكم ان ايجيبت. ويلكم تو ايجيبت. تو ولا ان؟ تو. هي ان. تو. ان. انا لغات وعارف. انا لغات وعارف. ويلكم ان ذا ايجيبت. ان ذا ايجيبت. اه شفت؟ ما عاجبين طيارة يعني. هم جايين ماشي بالنقا. اللي هم اي وش. استنى بس اهم وجهة نظر. يقول لك ماشي بالنقا. ويلكم تو اور كونتري. ايوه. الميريا تيم. ويلكم ان ايجيبت. ان ولا تو؟ تو ايجيبت. ويلكم ايجيبت. تو ايجيبت. ويلكم تو ايجيبت. ويلكم تو ايجيبت. بس تو دي غلط على فكره. هي ان. ان. من ايجيبت. ما انا مش طالع في الجرامير عامه يعني. ايه؟ الجرامير. البورنج يا ايه؟ يا فندم. ويلكم من ايجيبت. ويلكم ايجيبت؟ اه. لا ويلكم ايجيبت على طول عشان هم المان مش يفهموش انجلش كتير. المان؟ اه. شفت نادي الميريا الاسباني يقول لي المان؟ ما تركزش الحاجات دي بتتمنتج. هابي ستينج كده في الفنادق الجميله اللي عندنا. ويلكم. We will win the Spanish Liga if we will play well. Will. Oh. Guys, yeah. Will. Vamos al Almería de Español. ايه يا باشا؟ مش عارف والله. شفتها في اي مالك. I love Almería club and I love women football. Welcome club Almería. Welcome to Egypt Almería. Welcome in Egypt ولا to Egypt؟ To Egypt. ويلكم. مش عارف مش فاكر. ويلكم الميريا ان ايجيبت. ذيس از ايجيبت. اتس بيوتيفول. عامل ايه؟ الحمد لله. احنا دلوقتي عاملين مسابقه لنادي الميريا. اسالك سؤال لو جاوبت عليه ان شاء الله تكسب معانا جايزه. حلو؟ اتفضل. جاهز؟ جاهز. جاهز؟ جاهز. صور يعني؟ صور. كل فوله وليها كيف. بس يا سيدي اديك جاوبت على السؤال. 3000 جنيه من نشاط تركي آل الشيخ ونادي الميريا. الله يخليك يا باشا. الف مبروك. الله يبارك فيك. متشكرين. الله يخليك. متشكرين يا باشا وربنا يبارك له ويديله الصحه يا رب. اللهم امين. عارفه؟ اصل تركي الشيخ؟ اه؟ عارفه منين؟ السعودي الراجل الكبير دوت اللي كان رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد بتاع السعوديه. ايوه. ايوه. لا رئيس الاتحاد العربي. ايوه رئيس الاتحاد العربي. ايوه كره القدم. اه. الف الف مبروك. تركي الشيخ الله يبارك فيك. ده الحمد لله ده ربنا كرمنا كده ده جت من عند ربنا. سلطان طيب يا حاج.
كورسات طيبه. عامل ايه؟ الحمد لله. احنا مسابقه لنادي الميريا. تمام؟ لو جبت عصايه ان شاء الله هتكسب معانا. ماشي. اتفقنا يا حاج؟ ماشي. المثل بيقول اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. بس يا حاج دي كسبت 3000 جنيه من نادي الميريا بتاع المستشار توكل شيخ. الحمد لله بشكل جديد. الف الف مبروك. نعمه من عند الله. ونعمه بالله، ربنا يبسطك يا حاج. الحمد لله. حلوه الضحكه دي والله. الله ونعمه بالله، الله يخليك. ماشي يا حاج، سلطة. يا وجودك كده ويشكرك. الله يبارك فيك، سلطة يا حاج. مع السلامة. ليه اللعيبة بتشرب عصير حرنكش كل يوم قبل الماتش؟ عادي بديهم فيتامين. بديهم فيتامين. في ايه؟ فيتامين في اللعب في الجري. عشان يقوي عضلاتهم. ايه؟ يقوي عضلاتهم والرياضة. عشان يحرنكشوا في الكورة. يعني يحنكشوا في الملعب نفسه. يحنكشوا ولا يحركشوا؟ يحركشوا. يحركشوا. مش اي لاعب لازم يشرب الحرنكش. ليه بقى؟ لان يعني ممكن اللاعب اللي بيدي اسبرنتات كتير زي الباك مثلا، ده اكتر حد لازم ياخد حرنكش. يقوي السمانه، يساعد على سرعه الهضم. سرعه الهضم. هضم الايه؟ هضم الحرنكش. نفسه. بالظبط. بيهضم نفسه بنفسه. بالظبط. انقباض للعضلات عشان ما يجيلهمش شد عضل ولا حاجه. لاك يعني في الايام الربيعيه اللي احنا فيها ديت لازم يشربوا حرنكش. اعمل ايه؟ الربيعيه. ايه؟ ربيعيه. دلوقتي في الربيع؟ بالنسبة لك؟ ايوه خلينا نرجع على الربيع كده. عشان تفرفش. تفرفش. عشان تفرفش واشرب. حرنكش. النهارده اليوم العالمي للنجيله، تحب تقول ايه للنجيله النهارده في يومها العالمي؟ كل سنه وانت طيبه يا نجيله. كل سنه وانت طيبه يا نجيله، ودايما نشوفك احسن لاحسن كده ان شاء الله. تحب تقول ايه النهارده في اليوم العالمي للنجيله؟ احنا نحيي النجيله. ايوه. لان هي بتاكل الجاموس. ايوه. فالجاموس بيدينا لحمه. ايوه. بالظبط، وبيدينا لبن. ايوه. اللي هو جاي منين؟ من النجيله. تحب تقول ايه للنجيله نفسها بقى؟ بنحب النجيله، بنحب قوي نجيله والله، ربنا يخليك لينا وفي حياتنا. لاف يو نجيله. بحبك يا نجيله. استحمل التفافت اللعيبه طبعا، تلاقي المصور بيصورها وهي بتطير كده بالراحه. مش عارف اقول ايه بيعملها كده. صح. محافظ عليها. صح. ما ايه؟ قطعناها العيال بتيجي تقطعها حضرتك. مش هنمشي عليها ولا اي حاجه. صح صح. المفروض ما يقطعهاش. المفروض ما يقطعهاش. صح صح. الحمد لله. طيب لازم نجيب واحد كبير يقطعها. صح. ايوه يا فندم. يعني بيقول لك مره مدرب بيسال لعيب، بيقول له تقدر تلف الملعب في قد ايه؟ قال له في سجارتين. اسمك ايه؟ ربيع حسن. ربيع. ربيع حسن. شغال يا عم ربيع في الماركتنج. عامل في سوبر ماركت. ربنا يديك الصحه يا عم ربيع. الله يخليك يا عم ربيع. اسالك سؤال، لو جاوبت عليها تكسب في مسابقه نادي الميريا، هذا من فضل ربي. ربي ربي. برافو يا عم ربيع، انت كسبت. الله يسلمك مصطفى. الف مبروك، كسبت 3000 جنيه يا عم ربيع من نادي الميريا بتاع مشط الكالشيه. بشوفك. الف الف مبروك. شوفك. زعلان مني شكلك؟ لا مش زعلان، عمري ما زعلان. بشوفك زعلان بجد والله. مبسوط يا عم ربيع؟ مبسوط الحمد لله. اخدنا عم ربيع. شوفك. سلام عليكم. سلام عم ربيع. سلام. طيب. سلام. بنت عملت ماتش حلو قوي، عايزين نديها جايزه، جايزه كده بناتي، ندي لها ايه؟ ممكن نديهم اي لاينر. اي لاينر. يعني بودي لوشن. حرنكش. حرنكش. دبدوب. 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 ايوه. لونه ايه؟ احمر. حاجات دي. احمر. طاسه تيفال. طقم كوبايات. بالندور برضه. بالندوره؟ بالندوره. دماغ. حله. نجهزها. مش حله بس. لا نجهزها بقى كده، احنا ناس كوره. مغرفه ذهب. مغرفه ذهب. حله محشي. ولا مغرفه ذهب؟ مغرفه ذهب. نديها كوره بينك. جزمه. انا لو اديتوني جزمه هبقى مبسوطه قوي. ممكن اديها قلبي عادي يعني. ايه؟ قلبي. قلبة ميك اب. دي لا جاتو. 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 راح تخطو. تيشيرت نادي الميريا الاسباني، هديه من شاطو كالشيخ. ايه؟ لا لا كويس، ماشي كويس. ودي لاخوك يعني. عندي شري قفلي. طيب عايزك تتوقعي نتيجه ماتش الميريا والسبادايل عشان تدخلي في السحب على العربيه من شاطو كالشيخ. 2-0 مين؟ الالميريا. 2-1 للالميريا. ان شاء الله الالميريا 3-1 باذن الله. 1-0 ان شاء الله. 2-1 للالميريا. 3-1 للالميريا. 2-1 للالميريا. الميريا هجيب 3 اجوان. 3-0. يا جماعه بنبارك لمحمد رجب اللي كسب العربيه انسان صني 2020 من مسابقه نادي الميريا اللي بيقدمها مستر توكل الشيخ. الف الف مبروك يا محمد.
الله يبارك فيك، وبشكر معالي المستشار تركي للشيخ على العربية، وإن شاء الله نادي الأهلي الأسباني يحضر درجة أولى، وبقول للناس كلها تتوقع، وللتوفيق للجميع إن شاء الله. من امبارح للنهارده حصل معاك اي حاجه على الاكونت بتاعك؟ لا متامن، ما تقلقش. مأمن نفسك؟ مأمن. ولا في هاكر ولا اي حاجه؟ مش رسائل جات لك كده؟ كميه رسائل رهيبه. بيقولوا لك ايه؟ مبروك، توقعت ازاي؟ اشتغاله يعني مش مصدقين. والله ناس كتير قوي، والله كتير، وكميه اد وكميه رسائل الناس كلها مش مصدقه. توقع بقالك قد ايه؟ بقالي كتير والله. والله والله بقالي كتير. امتى مثلا؟ يعني بقالي بتاع سنة عمال اتوقع. بقالك سنة بتتوقع؟ والله من التوب فانزي كمان. ألف مبروك على التوب فانزي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ألف شكر يا محمد، فرصة سعيدة ومبسوط إن احنا قابلناك، وربنا يديك خيرها ويفيك شرها. حبيبي يا أستاذ أحمد، تسلم لي يا رب.